لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قلوب خاشعة وعيون دامعة وأكف مرفوعة للسماء على أطهر بقاع الأرض. خلف جموع هؤلاء الحجاج عيون أمنية يقظة تتعب لراحتهم وتسهر لأمانهم. وفق خطط وإجراءات أمنية منظمة تعمل قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الأمنية المساندة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، حيث تعمل على تنظيم حركة المصلين في ساحة مسجد نمرة والطرق المؤدية إليه وداخل المسجد، وتنظيم سير حركة الحجاج حول جبل الرحمة في مشعر عرفات، لترافقهم بعد ذلك في نفرتهم إلى مشعر مزدلفة، وفي اليوم التالي ترافقهم في جسر الجمرات من خلال غرفة للمراقبة والتحكم مجهزة ب542 كاميرا مراقبة لمتابعة منظومة الحجاج وحركة الحشود بفرق متخصصة تمتلك خبرات أمنية متراكمة لإدارة وتنظيم الحشود. وداخل جسر الجمرات تعمل قوات الطوارئ الخاصة على تنظيم شعيرة الرمي وتحويل الحجاج إلى المسارات الخاصة في الاتجاه الواحد ومنع عكس الاتجاه. وفي مكة المكرمة وداخل المسجد الحرام في الجهة الجنوبية يتواجدون على مدار الساعة لتنظيم دخول وخروج الحجاج وحفظ الأمن والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. يوسف الحميد، مكة المكرمة.